احنا عايزين ان واحد فيهم يفوز، لكن احنا بنتكلم بعد دراسه وبعد بالمنطق الكاف. المنطق بيقول ان كذا. طيب يا عم احنا جبنا لكم واحد بتستوفي كل الشروط اللي انتم بتطلعونه وبتطلعوا ابو تريكه اللي كان يستحق السنه اللي فاتت واللي قبلها عشان انه هو ما بيلعبش في دوري اوروبي. طيب هو ده بيلعب في دوري اوروبي قوي واصبح انه يعني هي اوت كلاس يعني تجاوز في فانت مختار واحد بينافس على لقب الهداف، بل هو هداف الدوري الانجليزي حتى هذه اللحظات. هداف وتجاوز كل المحترفين. طب استاذ عبد العزيز برضه انا عايز اعرف حاجه من حضرتك، يعني ايه فائده يعني احنا يعني في حد بعت لي كتير بيقولوا يعني طب احنا صوتنا هيأثر بايه؟ يعني احنا هنعمل هذه الحمله، هل هذه الحمله هتكون موجهه لمتخذ القرار في هذا الاجراء ولا هتكون موجهه لمين؟ هو 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 ده يوصلنا احنا 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 فكرتنا ان زي ما حضرتك قلت ان احنا نوجد دعم اعلامي ايجابي لقضيه معينه. ليه؟ لانه الاتحاد الافريقي هيبدا من شهر 11 اللي جاي يبدا يرسل استمارات للخبراء اللي هم تقريبا 50 خبير في كل دول افريقيا، وعلى اساس ان كل واحد يدي نقاط لتحسب معايير اللي هو وضعها. وبالتالي احنا بنقول لما نبدا ان احنا عندنا سلعه، لما يكون عندك سلعه لازم تسوي السلعه دي بشكل ايجابي. وهنحاول نوصل ده باذن الله للخبراء اللي هيعطوا اصواتهم للخبراء، نقول لهم انه كذا كذا. فالناس دي انا رايي ان هم يبداوا يعرفوا انه في ناس بتتابع الموضوع. يعني انت النهارده ما تجيش بقالك 3 4 5 سنين بتقول لي اصل ما بيلعبش في دوري اوروبي. طب هو انا بقول لك وانا عارف جبناه لك بيلعب في الدوري الاوروبي. طب استاذ عبد العزيز بعد اذنك في قضيه مهمه جدا واحنا اثرناها وانت اثرتها على الموقع عندك وهنشوف الصور دلوقتي، قضيه الخصام ما بين عمرو زكي وميدو. يعني كيف يصل الحال باثنين لاعبين بيلعبوا في بلاد الغربه مع بعض وهم الاثنين جايين يلعبوا بعض، وشفنا كل وسائل الاعلام الانجليزيه تحديدا صورت الصوره دي، شايفين عمرو زكي بيقبل محمد شوقي وميدو وراه عامل نفسه مش واخد باله، وهنشوف توالي الصور عشان تثبت بالفعل ان في حاله جفاء ما بين الاثنين. هل حضرتك فعلا قريت الصور بهذه الطريقه؟ لا انا مش قريت الصور، بس احنا قبل الصور كنا احنا يعني الموقع، انا مش عايز انسب للموقع حاجه سلبيه، كنا احنا بس الوحيدين، لان احنا بعد كده يعني عشان نعالجها حصلنا انتقادات كبيره جدا من 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 الناس. طبعا هو طلع في احد المواقع اللي موجوده التابعه لنادي ميدلزبرا او لجماهير نادي ميدلزبرا من المواقع المعروفه حقيقه، مش انه موقع اي كلام يعني، وقال انه حط انه ميدو قال للويتر اللي هو المدافع بتاع ميدلزبرا انه عايزين نقول الكلام تاني، مش هنقوله بيعمل في مواقع بناء. طبعا هم صوروها بشكل سلبي. استاذ عبد العزيز انا يعني احنا يمكن لما اثرنا هذه القضيه وحضرتك اثرت هذه القضيه كان الهدف الاساسي منها علاجها ومحاوله علاجها، فاحنا بنقول من خلال هذه الصور اللي بنعرضها احنا مش بنزيد الشقاق ما بين الاثنين زملاء في منتخب واحد وزملاء مصريين مع بعض. فنتمنى يا رب ان ميدو، وانا قلت وطلبت ده من ميدو ولسه مستني انه يخرج بشجاعه ويقول لو كان قال يقول قال ليه، ولو ما كانش قال يقولها ويوضحها ويقول مدى علاقته اللي بتربطه بين نفسك. انا عايز اقول لحضرتك حاجه يا كابتن علاء، يعني من معرفتي اللي هي عن بعد بالكابتن ميدو، انا اعتقد انه الكلام ده حصل ولكن حصل بنيه طيبه، انه والله بيقول للويتر مثلا ويتر جاست تيك كير اوف فراح يتكلم. انا بشكر حضرتك جدا استاذ عبد العزيز. سوري غازي زكي هيتحرك حاجه كده يعني انا متاكد انه الموضوع بدون قصد، بس مطلوب من ميدو بقى عليه عمل كبير انه يصلح ده ويصلح صوره زميله قدامه وسائل الاعلام العالميه ويتكلم كلام ايجابي في حقه. انا بشكر حضرتك جدا واحنا معاك في حملتنا اللي هتستمر باذن الله، ومش هنهدى غير لما لاعب مصري سواء كان ابو تريكه عمرو زكي اي لاعب مصري يفوز بجائزه افضل لاعب في افريقيا. فاصل اعلاني مشاهدينا الكرام ونعود مع